أهلا بحضراتكم معانا مرة تانية. ظاهرة تعامد الشمس على عدد من المعابد وتحديدا معبد أبو سمبل ووجه الملك رمسيس الثاني، ده تعتبر من المعجزات الفلكية اللي بقالها سنين وسنين، الحقيقة أكتر من 33 قرن تقريبا، ومن الظواهر اللي بننتظرها ما بين العام والآخر عشان نعمل ليها كرنفال كده، نعمل ليها مناسبة احتفالية، ندعو السياح عشان يجوا يشوفوا هذه الظاهرة ويطلعوا على قدرات القدماء المصريين والفراعنة اللي عملوا هذه المعابد بحنكة هندسية محترمة، لأنه اعتقد انه ده تم بناء على فكر مش بالصدفة، ويمكن ضيفي الكريم هيؤكد لنا اذا كان صدفة ولا كان بناء على دراسات هندسية كانت موجودة في هذا التوقيت. ضيفي الحقيقة عمل بحث، اسم البحث بيحمل عنوان ظاهرة التعامد على المعابد والمقاصير المصرية بين الحقائق والتكهنات، ووصل في هذا البحث إلى أنه مش معبد أبو سمبل بس، إنما في عدد من المعابد الأخرى اللي برضو بتتعامد عليها أشعة الشمس، واللي بتؤكد فكرة أنه الفراعنة قدماء المصريين لما عملوا ده عملوه بناء على دراسات، بناء على حنكة هندسية كانت موجودة عندهم. خلينا نرحب بضيفي عشان نعرف منه أكتر تفاصيل هذا البحث وإيه اللي تم معاه لما قدم هذه الفكرة لوزارة السياحة ولوزارة الآثار. برحب بالأستاذ أحمد محمد عوض، باحث الدكتوراه بكلية الهندسة جامعة 6 أكتوبر. باشمهندس أحمد بقى، باشمهندس أحمد أهلا بيك معانا ومنورنا. أهلا. إيه الموضوع؟ إيه البحث؟ قول لي تفاصيله. هل الموضوع كان صدفة ولا ده بناء على دراسات فعلا، وكان ده المنهج اللي بينتهجوه في بناء المعابد وبيقصدوا انه يكون في بزاوية معينة عشان أشعة الشمس تخش المعبد وتتعامد على التماثيل الرئيسية في المعبد؟ طيب خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الطرح اللي اتطرح في البحث اللي اشتغلت عليه، كان ابتدينا من فترة قبليه في رسالة الماجستير بتاعتي ان انا كنت بدرس الرمز والدلالات والمعاني اللي في العمارة والفنون المصرية القديمة. فبالتالي كان فكرة توجيه المباني بتاعته سواء اهرامات مقابر معابد كانت ليها دلالات حتمية كان لازم نتعرض ليها. وصلنا النتائج كويسة، وكنا ساعة كان من سنتين قدمنا تقريبا قدمنا لوزارة الآثار الطلب ان احنا نبتدي نصور المعابد اللي انا كنت ابتديت اشتغل عليها في الرسالة. فعلا نزلنا وصورنا تقريبا 7 معابد جديدة. كانت يعني الفكرة العامة قبلها ان هي معابد نجمية، يعني تتوجه ناحية الشروق النجم الشعرى اليمنية، اغلبها زي كلبشه مثلا، زي مقصوره بيت الولاده. اروح عليا بس انا مش دارس. طيب. معابد اغلبها بتتوجه ناحيه ايه؟ موطن شروق الشمس، موطن شروق نجم الشعرى اليمنية. ايه نجم الشعرى اليمنية؟ هو نجم اسمه كده؟ اوكي تمام. النجم ده كان كان مقدس عند المصري القديم. تمام. يعتبر تمثيل السماوي للمعبوده ايزيس. فكان ليه قداسه معينه عندهم. فكانت الابحاث اللي اشتغلت قبل ما احنا نتعرض ليها، كانت الابحاث دي بتقول ان بعض هذه المعابد بتتوجه ناحيه شروق هذه النجم. تمام. فكان من ضمنها كلبشة، كان من ضمنها بيت الولادة الروماني اللي في معبد دندرة، كان من ضمنها بيت الولادة اللي في إدفو. يعني هنقول بوجه عام ابتدينا نتعرض للمعابد بشكل عريض، يعني الدراسة شملت 330 معبد. دي كانت التصنيف اللي كان آخر أبحاث اشتغلت عليه كانت سنة 2007، اللي هي صنفت بقى أن وجهة المعابد اللي هم 330 بعضها طبوغرافي بيتوجه ناحية النجم؟ بعضها فلكي بيتوجه ناحية النجم أو الشمس. بعضها طبوغرافي بتوجه عموديا على مجرى النيل، او ناحيه الاتجاهات الفرعيه جنوب شرق، الاتجاهات الطبوغرافيه المعتاده يعني. تمام. وبعضها بتوجه ناحيه الشمس. دي الدراسات اللي قبل ما نشتغل ناحيه الشمس ده، برضو لان هم كانوا بيقدسوا، كان الشمس احد الالهه اللي بيعبدوها اعتقد. طبعا. فبالتالي تقديسهم ليها كانوا بيعملوا المعبد لهذه الفكره، ولا عشان تبقى اشعه الشمس يعني الاتجاه المعين اللي بيعملوا بيه المعبد
يبقى الـ او كانت رمز، عفوا الشمس كانت رمز للاله، فبيعملوا المعبد باتجاه معين عشان اشعه الشمس تخش تنور المعبد من جوه. ما هي دي بقى الجزء الرئيسي للبحث بالتفصيل اللي انا اشتركت بيه في مؤتمر كلية الآثار الدولي لسه 21 ل 24 اللي فات اكتوبر، طرحت فيه البحث من المنظور ده. هل المصري القديم كان فعلا عنده قصد للتوجيه للشمس مباشرة بدعوى ان هي رمز للمعبود الاصلي او المعبود الرئيسي المقدس في عموم مصر القديمه، حتى عمومها على مش يعني مش بس الاماكن، لا على عموم على مدار التاريخ، يعني من رع في الدوله القديمه الى امون رع في الدوله الحديثه. يعني هو التجسيد الشمسي هو التجسيد السماوي الاكثر قدسيه للمعبود الرئيسي او المعبود الخالق في مصر القديمه. فالطرح اللي انا طرحته ان انا ابتديت اعمل نقد للنظريات او الابحاث اللي كانت قبل كده اشتغل الباحثين اشتغلوا عليها والبعثات، وطلعت نتائج ان عندهم نقط تجب المناقشه او يجب التفنيد هذه النتائج من خلال بعض النقط ديت. وبعدين ابتديت اطرح السؤال، والسؤال ده ابتدى ينتشر حتى في اروقه وزاره الاثار، ان هل المصري القديم كان يقصد ولا ما يقصدش. بمعنى ان هم دلوقتي الدارج في وزاره الاثار، ان في الوزاره نفسها، في المسؤولين او الباحثين هناك، ان لا كل المباني بتتعامد عليها الشمس، ودي طبعا معلومه غلط، يعني قطعا خطا، لان الشمس ليها مسار في مواطن الشروق ما بين الانقلابين. فأي مبنى مقصورة، معبد، هرم، مبنى حديث خارج هذا المسار ما بيتعملش عليه شمس الشروق، يعني ده حاجة منطقية جدا يعني. ابتدينا اشتغل على ان احنا نفهم او نستوضح بعض المفاهيم زي ما حضرتك اشرت. فكرة هل المصر القديم المعبد بالنسبة له ايه؟ يعني ما يمثله المعبد بوجه عام في العماره وكمان من وجهه النظر الدينيه. فبنلاقي ان النصوص او هنقول الاتفاق العام ما بين علماء الاثار ان المعبد هو البرزخ او المنطقه السماويه اللي بتتنقل ما بين، يعني هي المنوطه بنقل الشمس ومعبودها بمراكبها بنجومها، يعني بكل الموكب المقدس ده من العالم السفلي الى العالم الاخر. طيب هم كانوا بيعملوا الطقوس ليه؟ كانوا بيشتغلوا، يعني كانوا من فجريه، يعني بيصحوا الصبح ويبتدوا يقدموا صلواتهم علشان العمليه دي تتم. فبالتالي مع شروق الشمس يقر ماعت او النظام وتظهر الفوضى، ويبتدي مصر يعني كقطر مصري يعم عليه الحياه. فابتدينا نتعرض زي ما اشرنا، يعني ان احنا نقول يعني ايه معبد؟ طيب يعني ايه مسار شمس جوه المعبد؟ لان المحور الرئيسي هم مسمينه ان ده مسار الشمس ومسار المواكب. طيب في جزء تاني كمان، ان تعرضنا للصلوات العبادات عندهم، هي حتى يعني عايز اقول لك ان الناووس اللي بيتحط فيه تمثال المعبود هو في حد ذاته يعتبر افق، يعني جزء سماوي تماما مع فتحه الضلفتين بتوع الناووس ده، كانها عمليه شروق اخرى. ابتدينا نتعرض تاني لدلالات الضوء، يعني فكره يعني ايه ان الضوء اما يخش يكسو المعبد على محوره ده هيمثل ايه؟ فلقينا ان الضوء هو رمز للحياه وبيبص الحياه. مش عايز اطول عليك في حاجات طب فنية. ما لسه كنت هقول لك الحقيقه، انه يعني انت دخلت في تفاصيل فنيه ممكن المشاهد يكون تاه معانا فيها، وخصوصا وان انا تهت معاك في الاخر. طيب انا معاك. تمام؟ فخلينا نترجم البحث واللي حصل بصوره ابسط يفهمها الناس. واحد، حضرتك قلت ان البحث الابحاث عملتها على 330 تمام، معبد صنفناهم تصنيف جديد. جميل. مش كلها بيتعامد عليها الشمس. بنقول مش كلها بيتعامد عليها الشمس بشكل فلكي مباشر، في 163 معبد منهم بيتعامد عليها الشمس بشكل مباشر. 163 بتتعامد عليها الشمس بشكل مباشر. لان شمس الشروق لان هم بيقعوا ضمن مسار الايه السنوي للشمس. احنا كل اللي نعرفه معبد ابو سمبل، يعني لا المتخصصين يعرفوا طبعا، لا انا بتكلم احنا كمواطنين، ودي الاحتفاليه اللي بتتعمل كل سنه تقريبا. تمام. وكرنك واسراره. جميل. بقيه المعابد هي مش بيحصل فيها تعامل، احنا بنقول اصطفاف، يعني او
هي كلمة تعمد كلمة مش علمية قوي، بس بنقول ان هي يعني تصحيحها هو اصطفاف، بس بنقول ان هي بتواجه برضو ال 167 معبد التانيين اللي هو من ضمن ال 300، بتواجه شروق الشمس بس بمفهوم رمزي للمصر القديم. بمعنى ان انا عندي معابد بتتجه اتجاه الجنوب الشرقي، نلاقي النصوص بتقول ان الشمس بتشرق من منطقة الجنوب الشرقي من السماء. من رحم نوت وتولد يعني برضو احنا مش عايز استفيض في النقط دي، بس من النهايه الكونكلوجن البحث نقول ان في تعامدات شمسيه، تعامدات فلكيه للشمس، وفي مش هنقول برضو تعامدات، هنقول ان هي بتتوجه نحو شروق الشمس بطريقه رمزيه. طب خلينا اسالك سؤال تاني، كم معبد عندنا زي ابو سمبل كده بتتعامد اشعه الشمس على الملك الاساسي اللي نقدر نرصدها اللي نقدر نرصدها ونشوفها ونكرر بقى الاحتفاليه على اساس اللي احنا بنعمله مثلا في ابو سمبل؟ اللي احنا عارفينه او اللي احنا موثقينه قبل ما انا اشتغل كان ابو سمبل، الكرنك وأسرى قارون. انا خدت التصريح من اللجنه الدائمه من وزاره الاثار، صورنا دندره، بيت الولادة اللي في دندرة، صورنا بيت الولادة اللي في إدفو، صورنا كلبشة، صورنا دير الحجر في الدخلة، صورنا معبد هيبس في الخارجة، صورنا معبد قصر غويطة، والدير البحري كان ده صورتهم وأشعة الشمس. يعني نفس النموذج بتاع أبو سمبل بتتعامد أو بشكل مباشر بتخش داخل المعبد او في تماثيل موجوده بره فبتبقى موجوده. تمام. الاجانب كم معبد معلش؟ احنا كده سبعه، في لسه الدير البحري كان يعني منشور على اساس مرجعيه الابحاث اللي قبل كده ان هو بيحصل فيه تعامد يوم 21/12، لا احنا رصدنا لان الفرق كان درجه وربع في ميل المحور يعني. فلا هو تواريخه احنا صححناها هو 6/1 و 9/12. اوكي. انا عايز اقول ان اما بنيجي الرصد النظري او الجزء النظري اللي احنا اللي انا اشتغلت عليه، هل في من المعابد دي موجوده في منطقه اثار مصر الوسطى؟ في المنطقه بتاعت اللوحات، في منطقه تتبع اداريا مصر في معبد الوسطى. هناك هيبس. طيب احنا معانا على الهاتف الدكتور علي الاصفر مدير الاداره المركزيه لاثار مصر الوسطى. دكتور علي مساء الخير. اهلا مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك، ارجو بس ان حضرتك تعلي الصوت بعض الشيء. يعني باشمهندس احمد موجود معانا ويمكن حضرتك سمعت جزء من حوارنا معاه. ايه الراي حضرتك يعني كخبير اثري في الطرح اللي طرحه انه في عدد من المعابد اللي بتتعمد عليها اشعه الشمس كما هو الحال في معبد ابو سمبل؟ هو طبعا معروف ان معبد ابو سمبل موضوع التعامد ده من فتره، وظهرت برضه موضوع الكرنك وظهرت في ادفو. هي انا تخيلي الشخصي، طبعا هو بيتكلم انه قدم بحث، انا ما اعرفش البحث بتقدم يعني تقدم فين او لمين. طب خلينا نساله باشمهندس احمد، قدمته فين البحث؟ ده البحث اخر تقديم ليه كان في مؤتمر كليه اثار اللي لسه منعقد 21 24 اكتوبر. تمام، اتفضل يا دكتور علي. طبعا انا ما اطلعناش على البحث، فاذا كان ده يعني عنده اسس علميه فده شيء يؤخذ به او يدرس او يرد عليه، لكن انا شخصيا انا بعتقد ان المصر القديم هو كان يعني فكره ابو سمبل ان كان في القرده موجوده في العتب فوق في واجهه المعبد، دي كانت معروف انها بتهلل لشروق الشمس، فكان دايما تلاقي اتجاه المعابد في الغالب الاعم في اتجاه الشرق لموضوع الاعتقاد المصري في القرده اللي بتهلل للشمس. والمعبد لما تم نقله على نفس الزاويه الزاويه اللي انشئ عليها في الاول، ولما تم قطعه اعيد بناؤه على نفس الزاويه. لكن ما عندناش شيء موثق بيقول ان الاتجاه الجغرافي ده الاتجاه الجغرافي ايه المقصود بيه؟ يعني هل دي حاجه دينيه؟ هل المقصود بيها؟ هل المقصود بها برضه عباده الشمس؟ من الاعمال، لان طبعا الاله رع اللي هو بيمثل الشمس عبد في عصور مصر، كان من الالهه المهمه في مصر القديمه في خلال كل العصور، او من الالهه الرئيسيه لمصر في كل العصور. فلكن ناحيه ايديولوجيه او جغرافيه بتاعت اختيار هذا الاتجاه،
هل له تفسير علمي؟ لكن حتى عندنا لغايه دلوقتي ما فيش شيء مكتوب عشان تقول ان ده اتقال عشان كده. يعني فالتحليل دلوقتي كان هو طيب، بس يعني يا دكتور علي بصفه عامه البحث اللي احنا بصدده اللي بنتكلم عليه اللي عمله الباشمهندس احمد، حضرتك ما اطلعتش عليه، ما يمنعش انه ممكن من الاطلاع عليه تكتشف. نعم أيوة، انا قلت يدرس، ولو في اسانيد علميه يبقى ده كلام كويس قوي. لكن حتى تاريخه النهارده انا اعتقد انها من اول ابو سمبل اتقالت حاجه سياحيه. ده مدلول، لكن احنا كاثريين ما عندناش دليل. بس يعني انا سؤالي انه البحث يستحق الاطلاع، انه مجرد ما تسمع حضرتك عنوانه مش هتقدر تجزم بانه اللي فيه تخاريف. دكتور علي، ما دكتور علي اسمح لي بس، السؤال يوضح لحضرتك. انا بقول لحضرتك انه البحث من النوع ده يستحق الاطلاع، ما نقدرش على طول نوصفه بانه بيحمل تخاريف مثلا. لا ما قلناش تخاريف، طيب لحظة خليك معايا دكتور علي بعد إذنك. باشمهندس أحمد، أنت لما البحث ده قدمته لوزارة الآثار كان إيه رد الفعل؟ لا هو لم يقدم لسه لحد وزارة الآثار. لا هو قدمه حضرتك لكلية الآثار في مؤتمر في كلية الآثار. طيب أكمل أكمل يا دكتور بعد إذنك. أنا بس عايز نحط نقطتين ثبات لازم نتكلم فيهم. اولا انا ما بقدم لجامعة، هي جامعة هي المنوطة من بيا في التعامل معاها، لأن أنا في النهاية باحث. بالنسبة لوزارة الآثار هي بتديني تصريح دخول المعهد. النشر العلمي لا، مش شرط انه يكون نشر علمي يتبع وزارة الآثار، لأن وزارة الآثار هي في النهاية جهة تنفيذية. إنما أنا في الأصل أما أقدم البحث، طبعا جزء من البحث كان أو البيز الأساس بتاعه كان في رسالة الماجستير، أعتمد كمان من المناقشين كلهم أساتذة كبار في إحنا بنسميها التصميم البيئي. يعني دراسات حركات الشمس مع العمارة، سواء عمارة تاريخية، إحنا ما بنتعاملش، خلي بال حضرتك في نقطة، إحنا في كعمارة أو عمارة داخلية، إحنا ما بنتعاملش مع المعبد على إنه أثر، إحنا بنتعامل على إنه مبنى معماري أُرخ في فترة معينة. طيب وبندرسه. المهم أنت هل البحث ده قدمته لوزارة الآثار أو اطلعت عليه وزارة الآثار أو لسه؟ لسه. تمام؟ إنما اللي يؤخذ على وزارة الآثار هو تصريحات مسؤولين، بمعنى مين من المسؤولين؟ سيادة الوزير. وزير الآثار دكتور ممدوح الضماطي. طبعا. قال إيه طيب؟ تمام؟ كان الافتتاح الأخير لمعبد هيبس، المرحلة الأخيرة، يوم 29 يوم الخميس اللي فات. انا ما رصدت هيبس في اليوم 6/9 اللي فات، اصريت، وكان المسؤولين هناك كان شيء غريب جدا ان هم يمنعوا صحفيين ان هو يخش يقوم معايا بعمليه الرصد، علشان يبقى الرصد عيانا بيانا، احنا بنشوف بعينين. هو لحد النهارده ابو سمبل ما فيش نص، زي ما الدكتور علي بيقول، ان في تعامد اصلا، ما فيش نص اثري بيقول ان مصر قديم بيشتغل على موضوع التعامد ده. انما هل احنا ما بنشوفش حاجه بعينينا؟ ما ينفعش انك تشوف حدث بعينك وننكره. طيب انت حاولت انك تصور ده؟ لا صورنا انت بالفعل. اظن الصور طالعه دلوقتي. تمام صورنا واشتغلنا. والصحفيين مصر كلها جت وغطت معانا الحدث. يوم 6/9، واظن ان انتوا القناه عندكم اسهبتوا. طيب فيه ايه اللي حصل بقى يوم 29؟ سياده الوزير اما سالوه في الاستضافه في الافتتاح المعبد، بيقولوا له هتعملوا ايه علشان الظاهره دي يروج ليها؟ لان الموضوع حتى الصور والفيديوهات غير الحقيقه، احنا هناك في نقوش بيتعامد عليها الشمس فعليا. قال لهم ده وهم. يعني ايه وهم؟ طيب يعني ايه وهم يا دكتور علي؟ اقول لحضرتك يعني ايه وهم. يعني دلوقتي ابو سمبل بيقال انها في عيد ميلاد الملك وعيد تتويج الملك. الكلام ده كله مالوش اي اصل، يعني اذا كان تاريخ التعامد في المطرفين اثنين ده بالنسبه للتاريخ الفرعوني مالوش اطلاقا، لا في احتفال اللي هو عيد التتويج او عيد الميلاد. ما شفناهاش دي. طب لو كان ادفو فيها تتويج، لو كانت نفس الفكره في تتويج الملك، ادفو ده اتعمل لكام ملك من العصر البطلمي؟ طب هنعرفه منين؟ يعني قصدي اقول دلوقتي الناحيه التاريخيه لم تحسم ان تقول لها غرض معين. اما لو في حاجه او حاجه جغرافيه او اتجاه، يعني مصر القديم برضه كان عنده، يعني كان مهم جدا بالجيولوجيا وهم بالفلك، فممكن يكون الظاهره دي بترجع زي ما الباشمهندس بيتكلم عن حاجه ثانيه احنا ما نعرفهاش واحنا ما درسناهاش. يعني مين قال ان في اكتوبر ده عيد تتويج الملك وعيد ميلاد الملك؟ مين قال الكلام ده؟ طيب بس لو اتكلمنا تحديدا على معبد هيبس، يعني باشمهندس احمد بيقول انه في 9/6
6-9 في 6-9 اكتشف انه في ظاهره لتعامد اشعه الشمس على بعض النقوش. ايه علاقه 6-9 بتعامد الشمس على هيلس؟ يعني لما رجعها، يعني انا مرجع اصولها التاريخيه تبقى ايه؟ قصدك ان مفيش رمز تاريخي لهذا اليوم تحديدا؟ يعني ايوه، يعني هو يعني مش معنى هنا في تاريخ وهنا في تاريخ وهنا في تاريخ، الا اذا كانت هناك زوايا معينه من الشمس وحسب. طيب يعني بخبره حضرتك يا دكتور علي، مش شايف برضو ان الموضوع يستحق البحث؟ يعني احنا اكيد مش عارفين كل التفاصيل. طبعا يستحق البحث، طبعا يستحق البحث. انا ما قلتش كده، بقول لحضرتك كده يستحق البحث. هو كويس الباشمهندس لما قال ان هو قدمه لكليه الاثار، لان برضو كليه الاثار فيها اساتذه وده فعلا حق النشر العلمي. هو من 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 الجامعه. فلو ثبت ان الكلام ده كلام علمي حقيقي، يبقى ده شيء اضافه للعلم. انا مش مختلفين. طيب يعني ما نقدرش سريعا ان احنا نسمي الابحاث دي او هذا الاكتشاف الى الان انه وهم. نقدر نقول لا ده يستحق مزيد من الدراسه. لا انا ما بقولش وهم. انا بقول ان لم يثبت التاريخ ان التعامد ده له اصل تاريخي عندنا. دي مدلول. الاثار كدراسه. عشان نقول الحلقه العلميه ديت، فلابد يكون فيه اسس علميه مبنيه عليها، سواء جغرافيه او جيولوجيه يقول عليها. تمام. ده اشكرك. محتاجين نرد. ولو لحظه يا دكتور علي، خليك معانا يا دكتور علي لسبب مهم جدا. اولا البحث بينقسم لشقين. للاسف الخط قطع، بس يعني هيبقى بيسمعنا دلوقتي. البحث بينقسم لشقين. قسم الرد، الرصد. يعني احنا بنجيب الحسابات دي منين؟ احنا بنجيب الحسابات دي من برامج كمبيوتر متخصصه جدا، بنخش عليها وندي بيانات ونعمل شغل تقيل. تمام. ويعني تفاصيله العلميه كتير. وبعد كده خلاص بنرجح فرضيه علميه ان بيحصل التعامد هنا. ليه؟ لان شعاع الشمس بيشرق في اليوم ده على نفس المحور، قياسات المحاور. بنروح نرصد بعينين. لحد هنا ده يعتبر في حد ذاته بحث. معلش برضه يعني خلينا ناخد، لان الكلام لازم يكون على وزنته. مفيش حاجه اسمها بعد اعتماد ماجستير وبعد اعتماد مؤتمر دولي من كليات متخصصة نرجع نقول أصل البحث لازم يعني يدرك. اللي عايز يناقش من خلال بحث برضو. إنما ما ينفعش إن احنا نقول أصل احنا شايفين، أو إن هو يجيبنا يناقش. لا، الوزارة غير جهة غير منوطة بالنقاش. طيب يعني المرحلة اللي احنا فيها دي تستحق إنه اللي انت وصلت له إن يوم 6-9 بتتعامد أشعة الشمس على بعض على مرأة الجميع. تمام. خلينا حلو قوي. المهم دلوقتي ان احنا نعرف 6-9 ده ايه مدلوله. ما دي بقى الجزء الثاني، ولازم ايه تفرد لي مساحه بس بسيطه فيه. طب بس ايه الحل؟ احنا لازم نختم. اوكي، فمعاك دقيقه. اوكي. انا هنا حطيت طرح في بحثي. انا بقول ان هي تنتسب ليه؟ لان انا غطيت مش معبد ده بس، انا غطيت على اكتر من معبد وعملت الطرح ده. ان هو تنتسب الى الاعياد، وتلاقي ان الاعياد دي نفسها ليها دلالات مع المعبد، سواء من تكريس الملك اللي شيده ايا كان المعبد، او تكريس المعبود اللي بيعبد فيه. تمام. ده فرضيتي انا. طيب واحنا ليه وفرضيتي اللي حطيتها في بحثي. اوكي، اللي هم لسه ما شافوهوش يعني. انما طب نقول بقى اتجاه اخر، ليه انا اسد على الباحثين من بعدي لامد الامدين ان هو يشتغل على الكلام ده؟ ما كل واحد يحط فرضيته ويدلل عليها. البحث العلمي تراكمي، انا قلت قول، اللي بعدي يقول قول اخر يفند قولي، وده مش ممنوع يعني دي مش حاجه تزعل. ممكن يلغيه، ممكن يكمل عليه ويكتشف. انما الرصد هو رصد ثابت. حضرتك اللي هتشوفه، انا هشوفه، الدكتور علي هيشوفه، الوزير هيشوفه، مفيش حد مش هيشوفه. تمام. انا مش عايز اهتم بهيبس بس، انا عندي مميزي دندره في منتهى القوه، بواب مميزي اللي هو بيت الولاد. الشمس بتخش، لو عند حضراتكم الفيديوهات انا مديها لكم، بتخش على باب وهمي، نحت بارز في الحائط لباب وهمي المفروض انه بيصل الى العالم الاخر. الفيديوهات اهي. الشمس بتخش الاول تغطي الثلاث كرانيش عليهم قرص الشمس مجنح، وفوقيهم كوبرا عليها قرص الشمس. فعايزين دلاله اكتر من كده ايه؟ فوقيهم تمثال في قوه كده، ما نعرفش اذا كان للمعبد، تمثال مهشم. فتره 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 تلاقي حضرتك الباب الشمس كلها بتغطي، يعني في خلال اقل من دقيقه الباب كله بيتغطى بضوء الشمس. الدير البحري، احنا لازم نطرح دي، لازم تديني ال 30 ثانيه دي. ان انت الدير البحري حضرتك هتشوفه برضو بالفيديو، في طاقه صغيره بيخش شعاع الشمس بالظبط مربع 40 في 40، ينور قرص شمس منقوش فوق
السقف في الاخر. يبقى اكتر من كده ايه؟ هل في دلاله بصريه اكتر من كده؟ هو بقى يعني الدور الباحثين من بعد انا رصدت وادليت بدلوي. الباحثين من بعدها ممكن واحد يقول لا اصل دي اعياد زراعيه، في واحد يقول لا اصل دي مواسم تكريس المعبد. يعني ايه المعبد؟ امتى ابتدى يتحط حجر الاساس؟ وفي شعائر رئيسيه ومقدسه جدا في الموضوع ده. تمام. كله يدلي بدلو، انما الرصد هو الرصد ايه؟ هو الواقع. تمام. اللي هنا بقى ان احنا بنقول ختاما ما ينفعش اقف قدام حاله الرصد دي وما شغلش انا وزاره السياحه معايا وارجع اقول ان ده نقاش علمي والناس تعبانه في الاقصر وفي اسوان واحنا بنفتح وفي الواحات. ما ينفعش ان يبقى التراك. طيب ده هو طبعا يعني اللي انت رصدته لحد دلوقتي ده شيء رائع، والى ان نصل الى مثلا لو بنتكلم على هيبس مدلول يوم 6/9، بس في الاخر احنا بنلوم على وزير الاثار انه ما كانش ينفع انه يضع خط كده نهايه لهذا البحث ويقول ده وهم. الرد المنطقي انه والله انه في بحث بيجرى في هذا الموضوع ويستحق مزيد من الابحاث عشان نقدر نصل الى الحقيقه، ده اللي نعرفه الحقيقه، انما نقفل الباب في وش باحث وهو بيرصد حاجه وبيحاول انه يعرف مدلولها او بيقول انا وصلت المنطقه واللي بعد يجي يحاول يوصل لمناطق اخرى وتفاصيل ثانيه، اعتقد ان هو ده اللي المفروض انه كان يحصل ولا يتم غلق الباب في وجه اي من الباحثين. بشكرك شكرا جزيلا باشمهندس احمد محمد عوض باحث دكتوراه بكلية هندسة جامعة 6 أكتوبر، شكرا لوجودك معنا.